الوضع ديالنا حاليا كي تنعيشوا كما تشوفوا جميع المغاربه في ساحه جامع الفهم بانه راه كل شيء واقف، كل شيء تيشوف شيء، وتنطلبوا من الله تعالى يحيي لنا الوباء والبلاء وترجع الامور كيف كانت ان شاء الله الرحمن الرحيم. وصراحه هذه عام وشهرين وحنايا في ساحه جامع الفهم حالين يعني بدون كي تنقولوا تنجيو تنبدلوا هذاك الروسين ديال الدار، تنقولوا اللهم نخرجوا ولا نبقاو في الدار، قال هذاك ما حيدنا للدار جيب 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 ولا حيدنا للزنقه، اللهم تنقولوا للزنقه بعدا على الاقل نخرجوا نحيدوا هذاك الستريس ديال الدار وهذا الشيء اللي كاين. والله العظيم الا عايشني بالقدره ديال الله تعالى، قاش الله تعالى ما تيخلي حتى شي واحد، وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله الرحمن الرحيم، وقريبا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون الفرج. وكي طبيعه الحال طبعا مصاريف بالنسبه للمصاريف ديال الدار، بالنسبه للمصاريف ديال الطوب، بالنسبه للمصاريف ديال المحل، يعني كاين كاري كاين عنده مسؤوليه بزاف ديال الناس. يعني صراحه الله يعني هذه الجائحه هذه غادي تبقى في التاريخ، هذه الجائحه هذه يعني كي تنقولوا تقاسوا كاع جميع العالم تقاس ماشي غير المغاربه. وتنطلبوا من الله تعالى وتنطلبوا من المسؤولين من بعد ان شاء الله رمضان يشوفوا بحال هاد الناس هادو ديال ساحه جامع الفنا، راه النزاع السياحه بصفه عامه، احنا ما تنهضرش على جامع الفنا بوحده، كاني غدا في السياحه راه كلشي مقيوس والله يديرني فيها الخير. واش بغيت نقول لك انا بالنسبه للناس تاع السياحه دابا كله والظروف ديالو كيفاش جايره، كاين يمكن عليه خوه، كاين يمكن عليه با، كاين يمكن عليه مو، كاين تيزيباني في مهنه اخرى، كاين ما عارف ما يدير. وتنطلبوا من الله تعالى يفرجها للجميع وترجع الامور كيف كانت. بل الوضعيه مزريه، والوضعيه اللي تعيشها هما الدراري اللي خدامين مع هاد التجار مع اصحاب المحلات، حنا الدراري مساكن بحال طرف مع شوات تيخدموا النهار بنهارو. اما بالنسبه للمول المحل ما كاين مشكل، المشكل هما الدراري اللي خدامين في المحلات، خدامين بلا اوراق بلا والو، خدامين بالنهار بنهارو، هذا هو المشكل الكبير. خدامين مساكن بحال اش نقول لك كيفاش، بحال الانسان خدام غير بحال طالب معاشو، بحال واقف في الموقف بحال هذاك الشكل، هذا هو المشكل. اما الناس اصحاب المحلات ما كاين مشكل، الناس تنقولوا حنايا الناس اغنياء الناس عندهم الفلوس، ولكن المشكل الدراري اللي خدامين معاهم مساكن اللي عام هذا هما خدامين ما عندهم ما يصيروا ما ياكلوا ما يشربوا، عندهم ولاداتهم عندهم صوائر عندهم بزاف ديال المسائل، هذا هو المشكل الكبير. دابا حاجه هذه الازمه هذه الناس بقاو ساكن ما لقاو ما ياكلوا ما يشربوا، تنهضرك على الدراري اللي خدام في المحلات، الدراري ساكن اللي خدامين تنقول بحال مساعد التاجر بحال الانسان اللي تيساعدك مول المحل، هذا هو المشكل الكبير. هذه الفئه هذه ما عرفها حتى شي واحد. دابا بالنسبه للدوله دات مساعده للتجار، مساعده للناس اللي عندهم الاوراق، الناس واللي الدراري ساكن اللي خدام في المحلات اللي خدامين بحال طالب مع شوات ما عرفهم حتى واحد في هذه الازمه هذه، هذا هو المشكل الكبير اللي تيعانيو بزاف. وفي عريضه جات الدراري ساكن اللي خدامين في هذه المساله هذه، طبيعه الحال لان مدينه سياحيه والاقتصاد ديال مراكش هو السياحه، السياحه مشات الاقتصاد نهار بالنسبه المراكش، هذا هو المشكل. متضررين بزاف مساكن، جات هذه الازمه هذه قعدوا ما تيصوروا حتى ريال، ما لقاو ما ياكلوا ما يشربوا، حتى حد ما التفت لهم. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.